الله الله على الأزهر الله 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 أكبر أم الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصفنا وش حنصف وكفيها الله الله يا رحيم على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين يا هلا الله وسلي بسمة طيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله أصغر العلماء بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن مع الاقتباس، تفضل. قال المصنف رحمه الله سبحانه وتعالى ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. قال من المحسنات البديعية الاقتباس، وهو النوع الثامن منه. هو أن يضمن الكلام نثرا كان أو نظما شيئا من القرآن أو الحديث. هذا معنى الاقتباس، أن يضمن الأديب أو المتكلم كلامه سواء كان نثرا أو نظما شيئا من القرآن الكريم أو من الحديث الشريف. يضمن شيئا من القرآن الكريم أو من الحديث الشريف، وهذا ما يعرف بالاقتباس. لا على أنه منه. نعم. ويحصل أن يمهد للمقتبس بحيث يكون مندمجا في الكلام اندماجا تاما. لا على أنه منه. ويحصل لي أن يندمج فيه اندماجا. أن يندمج فيه اندماجا. نعم. وأحسنه ما كان في معاني الوعظ والتذكير والزهد. هذا هو أجمل الاقتباس. متى يكون جميلا؟ إذا كان في الوعظ أو التذكير أو الزهد أو فعل الخير، فيكون الاقتباس فيه جمال. والقائل يقول: أقول لمقلتي حين نامت، أقول لمقلتي حين نامت، وحكم النوم في الأجفان ساري، تبارك من توفاكم بليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. نعم. وأكمل وقال: وكل ما يراد به إصلاح الحال. وهو نعم. ضربان. أيوة. أي الاقتباس. نعم. ما لا ينتقل فيه المقتبس عن معناه الأصلي، كقول الحريري: فلم يكن إلا كلمح البصر أو هو أقرب حتى أنشد فأغرب. فلم يكن إلا كلمح البصر أو هو أقرب حتى أنشد فأغرب. حتى أنشد فأغرب، وأنت ترى أنه استعمل آية من القرآن، وهذا اقتباس. نعم. وكقول الشاعر: إن كنت أزمعت على هجرنا من غير ما جرن فصبر جميل. إن كنت، مرة أخرى، إن كنت أزمعت على هجرنا من غير ما جرم فصبر جميل، وهذا اقتباس. وإن تبدلت بنا غيرنا فحسبنا الله ونعم الوكيل. نعم. وهذا أيضا اقتباس. نعم. ثانيا: ما ينتقل فيه المقتبس عن معناه الأصلي، كقول ابن الرومي الشاعر العباسي: لئن أخطأت في مديحك ما أخطأت في منعي. نعم. لقد أنزلت حاجاتي بواد غير ذي زرع. صح. هذا الوادي غير ذي زرع المقتبس من القرآن الكريم المكان الجد. لا نعم. ماء فيه ولا نبات، فنقله الشاعر من هذا المعنى إلى جناب لا خير فيه. نعم. إلى مكان يعني. نعم. هذا ولا يضر يسير التغيير لضرورة الشعر. نعم. لضرورة الشعر. لضرورة الشعر. نعم. كما تراه في قول الشاعر:
قد كان ما خفت أن يكون إنا إلى الله راجعون. إنا إلى الله راجعون، وهنا غير شيئا قليلا، وهذا يباح للشاعر للضرورة، لأن الآية تقول إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. ونصه في القرآن وإنا إليه راجعون. نعم. وكما تراه في قول الصاحب في الاقتباس من الحديث الشريف قال لي نعم إن رقيبي سيء الخلق فداره. نعم. قلت دعني وجهك الجنة حفت بالمكاره. الجنة حفت بالمكاره، وهذا اقتباس من الحديث الشريف. ففي الحديث حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. نعم. صلى الله عليه وسلم. نعم. تاسعا الجمع. نعم. وهو أن يجمع بين شيئين فأكثر في حكم واحد. الله. هذا من المحسنات البديعية. من المحسنات البديعية الجمع، معناه أن يجمع بين شيئين فأكثر في حكم واحد. كقوله تعالى المال والبنون زينة الحياة. الله. نعم. جمع بين المال والبنين في حكم واحد هو أنهما زينة الحياة. الله. وبهجتها. الله. المال والبنون. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وأنت ترى هنا أنه جمع بين المال وبين البنين. نعم. في حكم واحد، أنهما زينة الحياة الدنيا، أنهما زينة الحياة الدنيا وبهجتها. نعم. وكقول ابن الرومي آراؤكم ووجوهكم وسيوفكم في الحادثات إذا دجون نزول. بيت جميل. آراؤكم ووجوهكم وسيوفكم في الحادثات إذا دجون نجوم. الله. في الحادثات إذا بدون نجوم. نعم. إذا دجون. نعم نعم. بدون أو دجون. نعم. جمع بين هذه الأشياء الثلاثة في حكم واحد هو تألقها كالنجوم يهتدى بها في دياجير الأحداث والمحن. يعني هذه الأشياء الثلاثة جمع بينها في الاستضاءة. نعم. عاشرا من المحسنات البديعية التفريق. نعم. أن يفرق المتكلم بين أمرين متدرجين. لا، مرة أخرى. هو أن يفرق. أيوه. المتكلم بين أمرين. نعم. مندرجين تحت إنس واحد كقول الشاعر. يبقى هذا النوع يسمى التفريق. نعم. عبارة عن أن يفرق المتكلم بين أمرين مندمجين في إيه؟ ثم يفرق بينهما. نعم. كقول الشاعر ما نوال الغمام وقت ربيعي كنوال الأمير وقت سخائي. نعم. فنوال الأمير بدرة عين ونوال الغمام قطرة ماء. الله. فنوال الأمير بدرة عين ونوال الغمام قطرة ماء. ونوال الغمام قطرة ماء، وهذا شيء جميل. فالأمران هما النوالان، وقد اندرجا تحت جنس واحد هو العطاء. نعم. تفرق الشاعر بينهما في المنزلة إذ جعل نوال الأمير فوق نوال الغمام. الله. إن الأول يجل منفعة عن الثاني. الله. الله. يعني هنا نوالان. نعم. إلا أنهما بينهما اختلاف كبير. نعم. فنوال الأمير فيه خير عظيم. نعم. ونوال الغمام شيء قليل. وكقول الشاعر. نعم. وهذا من يعني. نعم. أقول وهذا من نعم. أقول من إيه؟ تفضل اقرأ البيت. نعم. قال ما نوال الغمام وقت ربيعي كنوال الأمير وقت سخائي، فنوال الأمير بدرة عين ونوال الغمام قطرة. بينا هذا. نعم. نعم. وكقول الشاعر. نعم. من قاس جدواك بالغمام فما أنصف. نعم. في الحكم بين مثلين. نعم. أنت إذا جدت ضاحكا. نعم. أبدا وهو إذا جاد دامع العين. الله. يعني هنا أتى بمثلين. نعم. بشيئين، إلا أنهما بينهما اختلاف كبير. البيت مرة أخرى. من قاس جدواك بالغمام فما. نعم. أنصف في الحكم بين مثلين. نعم.
أنت إذا جدت ضاحكا أبدا. أنت إذا جدت ضاحكا أبدا، هذا هو الأول. نعم. وهو إذا جاد دامع العين. وهو إذا جاد دامع العين وشتان بينهما. نعم. ولا دامع العين؟ لا، دامع العين. نعم. فرق بين الجودين مستندا في التفريق إلى ما ابتدعه من هذا التعليل الجليل. نعم. الحادي عشر من المحسنات التقسيم، وهو أن يذكر متعدد ثم يضاف إلى كل من آحاده ما يخصه على التعيين. هذا هو التقسيم. نعم. يعني أن يذكر متعدد ثم يذكر ما يلائمهما على جهة التعيين. وهذا هو الفارق بين اللف والنشر، هذا هو الفرق بين اللف وبين النشر. هذا القيد يفترق عن اللف والنشر إذ لا تعيين فيه. عظيم. بل هو موكول إلى الأفهام. يعني في اللف والنشر موكول إلى السامع. نعم. وأما في التقسيم فهو أن يعين المتكلم ما لكل نوع. نعم. ومن ذلك نعم قول الشاعر، مثال التقسيم قول الشاعر: ولا نعم. يقيم على ضيم يراد به إلا الأذلان عير الحي والوكل. إلا الأذلان عير الحي ولا عير 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 الحي عير عير، لأن العير نعم. هو الحمار الوحشي. نعم. نعم. عير الحي والوتد عير على الخسف مربوط أمتي وذا يشد فلا يرسي له أحد. الله. نعم تفضل. ذكر متعددا وهو العير والوتد ثم أضاف إلى الأول الرب والخسف. الله. وقال هنا إيه بقى؟ والعير ما يجلب عليه الطعام. لا، وقفة صغيرة. نعم. يعني هنا أولا ذكر شيئين. نعم. هما عير الحي والوتد. ولا عير الأصح نقول إيه؟ عير. 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 الله يفتح عليك. نعم. عير. لأن في المثل يقول: إن ذهب عير فعير في الرباط. عير. نعم. والعير الحمار الوحشي. نعم. عير الحي والوتد. نعم. ثم بين ما لكل نوع، قال: الأول مربوط برمتي، والوتد يشج ويضرب من غير هوادة فلا يرثي له أحد. نعم. وهذا شيء جميل. تفضل. قال: والعير ما يجلب عليه الطعام من قوافل الإبل والبغال والحمير. الله. في المثل هذا هو العير. نعم. نعم. وفي المثل: فلان لا في العير ولا في النفير. الله. يضرب للرجل الصغير الحقير المستهان به. كأنه ما الفرق بين العير والعير؟ نعم. نعم. العير. أيوة. والحمار الوحشي. عير. نعم. الله يفتح عليك. وأما العير ما يجلب عليه الطعام. فلما فصلت العير من قوافل الإبل والبغال والحمير. وبهذا قد انتهينا من النوع الحادي عشر من المحسنات البديعية، وصلى الله وسلم على سيدنا. رب صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في النبيين، وصل عليه يا ربنا في المرسلين، صل عليه يا ربنا في العالمين، وصل عليه يا ربنا في الأولين والآخرين. والسلام عليكم ورحمة الله. الله على الأزهر. الله. الله. الله أكبر من الدنيا كمن واكثر. لو قلت وصفنا وش حنصف وكفيها. الله. الله. مين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين يا هلا الله. اشتقلي بس هالطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله. اصغر العلماء